ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. ثورة التحرير الكبرى التي شغلت مآثرها الدارسين واستنبطت منها الشعوب الدروس والعبر وتعلم الأحرار في العالم من ثوارها أنه لا يفد الحديد إلا الحديد. ثورة احتضنها رجال لا يزال من أفلتته آلة الدمار الفرنسية منهم على عهد الشهداء قائمة، رجال لا يفكون ينجبون أجيالا يوصونهم بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر. فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك يا من أجلك يا يا وطني جيش التحرير وجبه.